أسعد المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسرح الفنون. مسرح الفنون اليوم يستضيف نجوم من نجوم الفن المسرحي والكوميدي. معنا من شبكة الفنانين التشاديين للتعايش السلمي الفنان الكوميدي أحمد مصطفى المعروف بحسن يلي، ومعنا أيضا الفنان المسرحي إسحاق جقدنباي المعروف بمندرقي. أهلا ومرحبا بكم، وأكيد يعني أنتم في برنامج مسرح الفنون، وطبعا زي ما شايفين الكاشني وشنو أكيد نتكلموا فيه الكوفيد 19، وإن شاء الله ربنا يسهل وربنا يدينا الصحة والعافية ولدولتنا الحبيبة إن شاء الله وللعالم جميعا. شكرا. قبل كل شيء نشكرك، نشكر الأنماء، زي ما قلتي لازم نهجي في الكوفيد 19، ونقول الحمد لله نشكر الأنماء كلها الحمد لله من الشيء اللي بدأ ده ما قصرت في توعية في مشكلة كورونا فيروس، دائما موافقين والرسالة ماشية للسكان، وإن شاء الله يوم من الأيام نقدر وسمى شنو ننسو الشيء ده ونقبل في شيء الزمان عندنا ماشيين فوقه، وإن شاء الله في الوقت الفترة اللي عندنا اليوم كمان نقدر نعجو شيء كثير في ده كمان. نعم طبعا. حسن يلي، طبعا المشاهد يعرفك بلقبك حسن يلي والاسم الحقيقي احمد مصطفى. حسن يلي يعني اكيد زي ما قال مندرقي يعني نتكلم في الكورونا وان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله. بلا انا اول من اول نشكر الانواع ده بدنا بأسبابها هي، بس أنينا بقينا ناس وبقينا معروفين، قبل كل شيء لازم أنينا نشكرهم ووقفوا معنا كثير جدا جدا. والحمد لله لهم المرض الكورونا فيروس مرض الهوان المكنوس ده برجل الهلة كلها، خلانا الأكتيفيتي بقت ما في والحاجات بقى ما في، والتعبانين البلين هم الأرتيست. أنينا أملنا ده إلا نلم الناس ولا من الناس بقت ما في، ده الأمل هنا الأرتيستي يعني صعب، ألم صعب جدا جدا. طيب شبكة الفنانين للتعايش السلمي يعني أسستوها 200؟ والله الشبكة دي أسسناها في وقت الفترة شفنا المشكلة في مشكلة التعايش السلمي ده، في مشكلة دائما بيكونوا عن بين السكان، بين تلقى المزارعين بالبقارين، بين تلقى الناس في كلام الألمي، بين تلقى الناس في كلام الشيء، بس على اساس بنسوا كدر امم تشادين بنسوا الشيء ده وطوالي يبدو خلاص يكون الموت يكون دم دفق، وفي الاخير كمان الشات بس خسران اكيد الشات بس خسران في شان ده. قلنا الرساله اللي تمشي بزياده والتوعيه بوصل لبكانه ده الا بالفنانين، عشان ده هنا لمينا من الجروب شيك 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 لمينا كل كيو خطينا الوسمة شنو الشبكه دي ودايرين نبدو التوعيه دي في كل اراضي. وبالاسف من بدينا وصلنا شنو البرنامج سمينا لانسومو اوفيسيال في ميزون دي لافام، وبعد دايرين نمر كمان الكورونا فيروس جات. بعد الكورونا فيروس جات كله قلنا بصي ما نقدر نقعد مشي ده، لازم الشيء ده نقومه ونخدمه نسوء التوعيه للسكان في مشكله عن الكورونا فيروس ده كله. دونك ده بس اول ما ماشيين اي فرقه ماشي، لكن هسه وقت لمينا سوا ونسوء الشيء ده القدره كلها بقى زياده والرساله كلها يوصل بزياده. طيب سمينا عملت جولات في الايام الفاتت يعني دوبا وسار ومندو، ف سيتو توعيه هناك وشنو النشاطات اللي قمتوا فوقها هناك؟ والله سوينا توقيع في شان المشكله عن الكورونا فيروس ده، بعد ده التوقيع شفنا ده بالاكثر كفي في 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 جمعنا هنا وصي الناس برا كلها الحكومه كوميتي ديكريت رسل للناس برا الكيت انا خسرين دول رسل اللي موسم شنو الكاشني دول وحمامات الناس ده كله لقوا اليوم في جمعنا كان في مندو في وين في اي مكان تمشي كلها ما تقول لك نادم كما عندك كاشني ده ما في تو فكرنا ده المشكله فضل شنو فضلت التوقيع التوقيع لكلام انا وسمه شنو مالا الكاشني ده انتو مالا تلبس الكاشني ده كيف تحفظ نفسك كيف تحفظ المهاك شنو قلنا الشيء ده سي الحمد لله الراديو خدم التيلي خدم، لكن برا من جميع الناس وايدين ما عندهم فرصه للتيلي ولا للراديو، لازم نمر نمشي نوصلهم سي قاسي تمر اليوم جروب كامل كي تمشوا لحد هلا برا ده بدور امكانيات بدور سمه شنو شيء محليا فكريا والشيء ده كله كي، والحمد لله
قدرنا مرقنا وفي الاول اول مشينا بدينا باسم شنو بدوبه بدوبه مشينا بالكلام الكل الحكومه بيسويه كانت دلت في التيرين ده ليه اليوم فول نهج لك كل وايدين بيقولوا بيحطوا في عقله مش الكورونا دي ما في لكن الكورونا موجوده الكورونا قايده موجوده دونك لازم اي واحد بافز نفسه اي واحد ما بيخش نفسه بيقول الشيء ده ما في انت وقت تقول ما في ده انت قد تخش نفسك انت سيده عشان ده دلينا والحمد لله مشينا في المدارس قدرنا سوينا التوقيه لمينا لهم كل اسم شنو الطلبة الالف لمينا قدمنا لهم وبطن ما نقدر نقول نسوى الهند كله لكن بجهودنا بطن قمينا سوينا بيت ببيت ندخل طيب البيوت نقدم اسم شنو التوقيع للجماعة. طيب ما من درجة اكيد يعني نتابع الجولة اللي عملتوها في دوبا ونرجع ان شاء الله. كل كلام يجينا ده في كلام انا كورونا فيروس كورونا فيروس ده انتو يبقى انا كنت في اقول لكم انتو ده اي واي مرة وراي يقول لك امباسادير انا كورونا فيروس في تابليسمان تابليسمان دونك ده شغل على اليوم اني لهم دير غريب تراجو قاعدين في دوبا ده لخدمة على دابس ما لي شغل اخر ولا ميرسي كلام ان حسن انتو سميتو ده اين حسن جينا هيني ده جينا عشان ليكو انتو الالف ده انتو هسا قاعدين تقروا وقاعد تقروا وما قاعد تبسو كاشني هسا كاشني ده اساس ما اسمه ليسي باسي باسي كاجيب في بورتو ما عندك كاشني ni entrer deus ma laisser passer au police ko ma xalu enti ci dafal classe parfois tu delu camara ci ci cour barra nar min da kashne ma ci so carré cour to gor bu kashne du suri wala bu kanway da nar min da kashne kul ma ni ci kalam oro di bel al da bas comme virus bas caraba élève way même si ce vidéo ba kana jamme la ko ala école la ma ci ya tu perdam on tu al gata guru do ما تعرفه وانا دي وانا زي ده ما انت خبر لكن مرة البزوك اللي بالناس دي كده اهو ما تعرفه انا ما كنتش تقول كده توديك الدم ده كله وديك الدم ده كله ده خطير ده شيء الشعر انا من جنبين هناك في جابان انت كمان لك الدكتور دكتور دكتور انت كان دكتور فرق بين ما شاء الله بابا وقفت بابا كانك ايه تجي 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 بارك بجيكم وانا قاعد اجي قاعد اجي قاعد اجي قاعد اجي قاعد اجي قاعد اجي طيب أكيد يعني تابعنا في مدينة دوبا وشفنا الناس قاعدين يعني بيهتموا بالإجراءات اللازمة ويعني والوقايات يعني فمندرجي يعني أنينا زي ما شفناك أنتوا خير المدارس دخلتوا في البيوت وقاعدين توصوا الناس هل أنتوا قبل ما تمشوا الناس زلوا مشيتوا لبوتهم قاعدين بلال ما قاعدين يرسبكتي على الاجراءات اللازمه ولا كيف؟ نعم مشينا لقينا الناس اكثر ما قاعد يرسبكتي الحاجات يعني الناس عندهم كشني حكومه ودات قسمت لهم لكن الناس ما قاعد يحترموا القوانين. مشينا لقينا هناك وانينا بجودنا بس دخلنا في المدارس في الاسواق وفي في بيوت حاجات حتى مشينا ثلاثه يوم انينا قاعدين في الشوارع الكبار بس اي زول ما عنده لقينا الكلام دمان والحاجات كله نروح مشينا اي زول خلي ما يخش نفسه اي زول خليه بيدخل الكشني المرض ده قايد في اكثر ناس بيقول لنا مرض ده ما في كلام ساكت بس لكن نقول المرض ده قايد اكيد وقايد قال اي زول خليه ما بخش نفسه نعم طيب انتم كفنانين يعني مشيتوا للناس هل فكرتوا شنو اللي حصلهم وديتهم؟ والله يا انينا ما ودينا لهم شيء انينا ودينا لهم رساله نعم زي ما في البدايه قلنا الحمد لله حكومه شغل البقدر بسويه ده سواليم الصابون العلمي الكشني ده حكومة انتم لكن انتم شلت اصلا مش الا في 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 الفيديو ده ناسين ثلاثه تلقم ده عندهم لكن قاعد في بوشو قاعد في بوشو وقت اللي شافوا البوليس ولا شافوا كده دابوا الشيء ده بمرقوا في شان ده انينا ما شلنا ده شلنا نفسنا وشلنا خشمنا ودلينا هناك في شان وقت الشيء ده مشينا وقت الحكومه قال خلاص المدارس حتنام خلاص الجراي تبدو الايال يسو كلام يجهزوا البقدر اوكي
شفنا في جميعنا هنا كل شفنا الناس ما بتطبخوا وبطل دل خاصة الالف دول كل ما بتطبخوا شيء ده ودول ده بس المصايب انا شاب على امباكر عشان ده سي قوم انا امشي لا برا ده في دور شيء وبشيء في ده كله وجينا جاي جمينا جاي بالناس اللي نيتهم بقدروا بيساود في شيء ده يقفوا معنا يقفوا معنا وبالفرصة دي كمان الحمد لله نقول الشكر الخاص كمان نقدمه له اسمه شنو للأوناجيس القدرة دي قال لنا زي بارتنر في شيء ده القدرة أكمباني علينا الأوناجيس دي ده الأوفيس الرئيس سواء خاص كي اللي بيساعد فوق السبور والشباب لكن البكار الجينة فوق ده الشيء ده بيقى بليم قاسي عنينا بيعصبونا من الـ من الناس من الارتيست والشيء ده أوناجيس خدمتها ده للسبور وللشباب ولكن الشيء ده بيقى مر كمان أوناجيس قبت وبيقفت معنا وعدلنا في 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 الخدمة ده والحمد لله الشيء خدمنا وإن شاء الله قدرت على الفترة أنا الإبسود يكمل ده عندنا برنامج آخر كله نقدر فيه بخص الشيء ده بس ونقدر أصلا شنو نجي فوق أنا هاجي إن شاء الله. طيب عملتوا كم يوم في مدينة دوبا يعني في التوعية وقدرتوا الناس أقنعتهم وقاعدين يعني مشوا في الإجراءات اللازمة يعني سويتوا كم يوم معهم؟ سوينا خمسة يوم خمسة يوم نعم. أول يوم المشينا مشينا قابلنا الجوفرنير وسوينا الجولة مباكر مشينا دخلنا مشينا قابلنا هنا الديليجي هنا السانيتير مشينا حاجات قابلنا وثلاثة في ثالث يوم خلاص ده خلاص أنينا الكوماسيل أكتيفيتي كنا جرينا سينا مام خمسة يوم بعد ده خلاص مشينا جدا. طيب أكيد يعني نتابع. فينا خمسة يوم ما وجبنا في 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 المدارس وما وجبنا في شارب كنا ما يشيل دنا مشوا الراديو الإف إم الفيدا بيسو الراديو الإف إم الفيدا بيسو هو قال إميسيو نعم. إميسيو مباشرة السكان بينادوا أوكي وبطل ما أخوانا أنا أرتيست أنا دوبا في الفترة أنا خمسة يوم القاعدين قدرنا مرقنا أغنية واز يوم الأغنية أنا توقيع في الكورونا فيروس الأغنية دي تلقى في في مندو الاف ام بخدمه فوق في سار الاف ام بخدمه فوق في دوبا الاف ام بخدمه فوق دو يودا الشيء ده نقدر نقول كي نقدر نسوي بصفتنا كمان الحمد لله يودا قدرنا نسوي. طيب اكيد يعني نتابع دائما معكم ونسمع دايرين نسمع حاجه يعني لايف مباشر للمشاهد يعني وخاصه في في داخل الجمينة في ناس ما في مجموعه من الناس ما قاعدين بيحترموا الشيء ده يعني القوانين ده ما قاعدين بيحترموها فنطلب منكم انه يعني تعملوا حاجه كده لايف في الاستديو للمشاهد ونرجع. ايت يا سنيال اسنيال انت مندرك مالك ايت كلامي ده ما هو انت عند كل يوم الا كلام جديد بس عند ما تاك جيسوس في بيت ده كما تدور ده هول بس يا جاي ما انا كلام تدور ولا ما تدور هول اوكي كلام ده كلام الحاكم اجي اريد ادلك ايت وادل لي انا حكومه لما شنو فوقي لما شنو فوقي انا ده ما كلام لما فوق شنو شنو انا اي اي اقول ساكت اليوم حاكم كما حكي شيء خلانا في اليوم مرة تكن شعرنا كله ده أمراكم نقولوا كي هاكوما مصوى لنا هاكوما خلانا مرة كتلانا والهاكوما يوريني سفن الكيدا سودا مرة تدافع من مرة سفن الكيدا سودا تتردو مرة منه ها وانت بس ياك كلام دمية شنو القاس لك انت أقف ها مرة كل يوم توريدا انت كرباكو مرة ناك كربا يا تو تعرف كربا كم شايدة كربا كم شايدة كربا صابر يشاجنا بس سايو كل معه اليوم مين تقايك يوم واي بس موت كيف بس كان كيف بس ها جنازة قلت دارون للناس كيف ما يجي فوق بلا في كورونا بس يوم واي كان وعكوما سواء سنة دي ليسنا أنا فاركي أرجع دا نادم كربا ما هذا نادم ما تكذب ما شاك ما نسوي أنا عندو كلام أنا كده فتشي بكان آخر سنيالي كورا ديريز دا وما كيجي لين أني نكان مشلو أني نكان مشلو فتشو كلام أنا حاكم دا ما كلام قاسي كلام حيد نرسبت بس إيتي كمارك من بيتي تكسر ايدي بالصابون اديل في الاديل ما فيش كبيت كمال جي في بيتك قبلت تدخل تسلم مرتك ولا تكرب عيالك ادارك بالصابون اديل تكسر كسني هناك في مكره تدس ها ولا حاكم اوران شغل الزياده كي ولا حاكم داران شغل الكي كلام الحي بس نسبكوا ده ادله نفسنا وادله حاكم شغل الناس ما جامس ده حاكم ذاتك كسران في كم شغل عندك هسه اكيد كتعرف مرة دقايق مرة دقايق مرة دقايق سنيالي مرة دقايق قلت لك على مرة دقايق ما قايق ده كمان كله حاكم في سيد ما بصير كمان كله حاكم وقال ده وقفوا
ده سوك ده وقفوا ده سوك هل المحاكمة ذات كسران في كم سكن؟ في أيام الفادة وقت ثلاثة السعر كامل كده قلنا ما تكفوا وقت أنا قال لي يا ولي اليوم مشكلة أنا قال لي ليه أصلا ناس ماتين ساكت كسران حاكم ولا ما كسران؟ كسران ولا ما كسران سلاك؟ هو شو أقول كشنا ده أنا كل إن ديتر ما نديش بس هامو بس إن ده قول إن ده قايف قايف وش أقوله ما ده قايف وش يصير سنجري ده ولا كشنا ده ما بيجي لك كاس بوس ده إن كاس بوس ما أدري ما كاس نيم أبي عند ما نرجع أجي ما هناك ده أنا كان شفته فوليس نديش فوليس بات نمرك بس وإنت مردان ده كان ده سالك ده فوليس مرك من جدك مردان ده ها عندك من خطوك بلا ما ده كبوكيت جاسوس بس ما كلام ما جاسوس سيفت سي كاش نيدا انا بوريك ميهم حق ده ميهم انا كاش نيدا اصل مش مجال ما بقى يدين ده انت ما انت كاش نيدا انا كل ما انت كاش نيدا قال هو بس بكفل كبس اصل انا اتسع سمعت اتسع ده اتسع ده وكلاس كل ست فكان ست ده انا نقدر ننتج مرض انت ما عندك كمر مرض ده قاعد في جلدك في سيرك ودلك يارك في بيتك كدار كم مرة دي فين في جلدك ده يا يعني كل بيت عديت مرة ده ده يوم يجي فانا كاسني أقوم يوري ده إنت مرة مكروب ده بقول في إيدك كان كسر إيدك بس عبود كروب ده خلاص أنت تركت منك مستيق مكروب ده ده بس تمرت أنا هاكو بوري كسر إيدك بس عبود ندي في أي مكان ده كم مترمو ولا شيء كبجين ما كمان كرمو كمان نسول مرة نكتو فمنا ونمتلا يان بطن فوق ده المشكلة تيم كسر أندر جاي شيء كلامك جارين أبنا يلا ما جسد ما خدم كا قبل يلا في الليل ده هلا أنا مدين لو تر وي 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 شنو قال كورانا كرابا هو ده قبل جيش على مرانو وده كله عند شايف جنب بيتهم ده كله قال عند لكن أنا شفت ما مات قدامي شاله وده بس كسر ها أنا أقول من اليوم ده شو الحكومة ورد أنا سعيد ده بس بس ليه عافية أنا عافية أنا يا رب عافية أنا بلد خليك خليك شكرا الرسالة وصلت وأكيد يعني الناس كلها يعني تهتم بالإجراءات اللازمة وإن شاء الله اللي قالوا الوقاية خير من العلاج يعني أكيد يعني الناس فاهمة وتفهم زيادة من ده وإن شاء الله يعني ربنا يسهل ويمرق مني الأمراض إن شاء الله الفيروس إن شاء الله طيب يعني أكيد ما تابعنا في جبال يعني في مدينة دوبا فنمشي الجولة لمدينة سهر فصار كل عملته فوقها جولة وتوعية للناس وأكيد يعني قعدتوا أيام للرسالة اللي قاعدين توصلوها صار ده الحمد لله صار ده شيء أقرنا نعم مشينا في الطبيعة الخدمة مرت كويس ولا جوفرنر قال لازم تقودوا شيء عشان تنطوا الطبيعة ده بصفة كامل والحمد لله لنا نشكر الجوفرنر مشينا صار هو الشعلانة في الانشارش ضلنا في فندق كبير كويس وقالنا مرتاحين واقف معنا لقد عملنا اسبوع كامل في سار يعني سار ده قدمنا فوق بزياده مره واحده طيب مشينا الراديو جينا في اف امات وحاجات في الاسواق في البيوت وحتى المستشفى الهوبيتال كله مشينا لهم زياره شفنا سار ده يعني خدمنا فوق كثير طيب والناس هناك كيف يعني اهتمت بالتوصيه اللي قدمتوها وان شاء الله ما يعني ما كانوا يعني لقيتهم زي ما قبل شفنا في مدينة دوبا الناس ما قاعدة تلبس الكمامات وما اهتمت بشيء إلا بعد ما أنتوا مشيتوا وقدمتوا الرسالة والحمد لله مشينا هناك أول ده ما بزيادة لكن الحمد لله مشينا سوينا ما قريب أسبوع في أكثر ناس خلاص الحمد لله شالوا الحاجات ده والدليجي سانيتير كل واقف مام جدا جدا هو في أي مكان هو كله وقف معنا وهربنا الحاجات ده كتير والحمد لله في النهاية الناس كله قبلوا باستعمال الكشني ووقفوا في مزير بارير ده ريسبكتي الحمد لله طيب نتابع مدينة سار وعلى اليوم كم أنينا هنا ده في شان في شيء واجه المعدين وعلى اليوم من بلدنا تشاد كان بلد ده من نفسوسان فانت 1960 كروايد ما صدول عنيسة كروايد ما صدول اسمه شنو جامعي كروايد ما صدول اكل كروايد ما دارون السفر كروايد ما صدول مطار والسنة ده سنة 2020 ده الخمامة لا سوريتها ده كلنا صددهم ماله ما حكومة يصدد لكن الكورونا فيروس يصدد شيء ده
دونك الكورونا فيروس ده حاليا كتار مننا بيقولوا الكورونا فيروس ده ما في. انت تقول كورونا فيروس ما في ده انت تصير قاعد تشاكي نفسك. عشان ده اليوم انا جينا هنا ليه نقدموا لكم الرساله ده؟ وانتوا القايدين هنا عيون ورجال انتوا تكونوا سفراء سفراء. انا اسمه شنو؟ انا المدارس وانا المدرسه انا اللي خليته جيت. والكلام انا قلنا ده الكلام ده ما بقي فينا. تشيلوا الكلام ده تودوا تقدموا تكلموا لاخوانكم القايدين في المدارس ما قدروا يجوا. ده الكلام الكورونا ده الشيء اللي ينفع. الكورونا فيروس ده ما بعرف الصغار ما بعرف الكبير. انقري ما تجاجي نفسك وتجاجي الاخرين. كورونا فيروس هو جاي. المكان ده وين يعني دايرين نعرفه بالضبط؟ المكان اللي لمينا جمادل المكان ده فيه جارديان انا لجوفرنير في ريزيدنس في الباليز هذاك. في شان انينا النظام السيفينا اللي شنو ما نقدروا نمشوا مدرسه بالمدرسه. في شان ده اي مدرسه ده شلنا 3000 الالف دول بيكونوا زي ما قلنا بيكونوا السفراء. انا المدارس المدارس الاخرى اها هم جو الشيء اللي قدمنا الرساله هي شلنا كمان هم بيشيلوا بيودوا للمدارس هم جو مسؤولوا بيمشوا لا لمينا كل كل لمينا في اسمه شنو في البالي انا الجوفرنر الشيء اللي قدمنا وبعد ده كمان وفي يوم المدرسين هم كلهم قايدين المترات البروفيسورات الديريكتورات الديليجي دول كل مساحيل ده قايدين السلاطين الناس انا القارئ الناس كلها لمينا في الشيء ده ونقدر نقول والحمد لله الشيء في البداية وقت اللي ندس البيوت ولا وقت اللي نجوا الكاريفور الناس الوايدين تجي تلقاهم بلا الكاشنة ملمين قاعدين بيسو والشيء العجمان والشيء الشجارة وقت اللي حجوا لهم ننتم الرسالة الكلام ده يدخل لهم يفهموا بقول سي الشيء ده سي أين كان سو ما في دربة لكن الكلام اللي قلته ده دخل لنا أين كنا أكد لكم من اليوم اللي قدام ده تلقونا في أي وقت بالكشنه ونخسر إيدين وكي نمشي في الكلام هذا حكومة الأوردة دوك ده بس نقدر نقول الشيء ده. في شان حاليا الخدمة اللي سوينا ده دايرين أصلا ما بطلنا وقت أنا نقوم نشيل كشنه ده نودي ولا نشيل الكين نودي الوقت الأسد فوق ده وقت أنا التوئية تبي دايرين الجمعيات الآخر كل قدره ده الشيء ده كبير نلقاسمه اليوم انا كوشر في مندو ام باك اخر بقدر كتاب جاي وده بجاي الرساله دي نقدر توصل نوصل لقدام. نعم. طيب حسن يلي يعني مش يعني يوم اللي حضرته في مدينه سار يعني استقبال الشعب هناك كان له كيف يعني؟ والله الحمد لله الشعب استقبلونا بزياده مره بالامن. حتى مشينا قاعدين كل الزياره واقف معنا والناس كل الجمهور كل الحمد لله. وأني لما بسيدة ذات سوين الكارت الميموار الكارت الميموار ودينا مننا عدد كثير من كارت الميموار يعني كما مشينا في حلال دقاق ده خمسة أربعة نقسمه عشان في ناس وادين ما بلقوا بشوفوا تيلي وما بلقوا بسموا الراديو. في حلال الوادين نقسموا الكارت الميموار خلاص أي واحد كأنتنا ده ما أي زول بقدر بقسمه لأخو يعني قسمنا لهم حاجات كثير هنا الطوئية ده هنا الاستقبال كويس الحمد لله هنا تمام. من درجة قلنا يعني هجينا كثير في الكوفيد 19 وانتو هل فكرتوا رسالتكم توصلوها للمدن الثانية للشعب القاعدين برا؟ كويس هسه حاليا ذاتك عندنا برنامج سوينا عشان البرنامج هسه سوينا ده دوروني لمو التوئية ده نعم التاش السلمي والكوفيد 19 كله نلمو كل سوا عشان نمشي ده نلقوا سكان نقدموا لهم التوئيه في كلام عن التعايش السلمي. نعم. ترجع التعايش السلمي ده الكلام اليوم كهرباء لاي واحد في راسه. نعم. ما كلام النام تهجي فيك خشمك للتعايش السلمي والداخل كما شيء اخر. اليوم المريشال اللي جات كلها الرئيس الدولي بلدي بكل ما كان بفك خشمه كان بهجى الديسكور كدار بكمله ده كلام عن التعايش السلمي ده كيف بيدخله فوقه. دوب ما شيء نقدر نقوله الرئيس هذا بس بوصل في الشيء ده لازم كلنا ونسوي ما نسوي خشمنا لكن نسوي قلبنا ما انا نجي نلم الناس التايس السلمي ده انت اخوي بلد ما نقدر اني ما اقدر كلنا تشاهدين امي كده ابو في خشمي قلت لك لكن في قلبي كمان ما ده ما يمشي ما في
كلام الفقش بمرق ده خليه في القلب كل ده بس كلام طبقوه يعني ده عسل برنامج سنينة ندور نشوفه زون انا شعري باقرني ندور نشوفه زون انا وداي ندور نشوفه زون انا جيرة وزون انا وديفيرة بس حاليا ده كله هنا في المطاردة مال بارتنير وبطل في تاني مرة نقول شكرا وقت القبل قدمنا لسه مشروع الله من مكتوب أكون أجهز بطن قال نقدر نقف معاكم نقدر نقف معاكم يا جماعة ندور نقول شيء وين الفرصة اليوم ده الشيء زي دول ده اليوم الحمد لله الرئيس سوى خمامات كتير استثنوا كتار اللي بيساعدوا شباب اللي بيساعدوا أمين اللي بيساعدوا كي في فوق وقت زي ده أي استثنوا على الرئيس خطاه ليه يجيب مع الجماعة ده ما تدفش الوقت اللي تقوموا تساعدوا الجماعة والجماعة كله بيساعدوا الشيء ده كله اليوم نسوي ده عن بعض كم نجح نقول ما شاء الله الرئيس سوى كم نجح نادوا بارزنا ما فيه كل كثير راس الرئيس نخطه دوم الشيء اللي دوم خليه بقومه يساعدونا زي اليوم أنا جالس أقول ما أنا أم باكم دور الآخر كله أنا أنين الأرتيست كله إني الاستيتيسيو خاص كي خاص كي سو لي الاستيتيسيو ده يقدر بقيم من الأرتيست في أي وقت لكن للأسف ده ما الجاي بيكون ده ما الجاي بيكون دوم الناس اللي عندهم نية معناته بقول بيرسون ريسورس دي بون فولونتي دي أو إن جي أنين ده ما كيف كي لكن الخدمة اللي قاعد تسوي تو في الان قبل شاف دايرين بقوفوا معنا نوصلوا بعيد زياده من شنو على الصدر يعني جولاتكم متواصله واكيد نمشوا لمدينه مندو حسن يلي يعني سكان مدينه مندو مندو كل مشينا من يوم مندو كل سنه خمسه ايام مشينا مندو كل نفس الشيء مشينا قابلنا الجوفرنر حاجات مشينا للناس انا الاديكاسيون حاجات كل سوينا وبعد التواجر سوينا الامسيون الجورنال وقت خدمنا كلنا في راديو ار ان تي اف ام هناك ومامات حاجات كل كي لانسي البروجي اي زول نعلم الاندنية بقدر بيساعدنا الباب مفتوح خليه يساعدونا ونسو سانسيتيزاسيون حسب مشاكل انا الفر في الجواتر كم هسه حاليا كي قايد مستمر لكن شيء ده تعيش السلمي نقوم وننطو الناس التوية طيب جينا في منذ الحمد لله الناس وقفوا معنا اكثر بزياده ومنذ كل فهمونا عجله هم ينقل اكثر في الكولات كله مشينا وجبنا مام وناس جاي بخدمه كشنينا نورمال هناك هناك بوفكي تمام مشاهدينا نتابع نمشي منذ ونرجع مشكلة واي مشكلة على كدير عوين عوين ده قابو مرقو يمشي السوق كم مشي السوق ده ديركتما قابو ساوغو تنتيني مية قابو لك 40 تبيا شغلة ناس تبين تبيا درابة تبيا اللام تبيا ودا تبيا ودا ما خلا إندا علاقة مع ناس ويسير في بيت ده خلاص دلت قواما وجرك كربات الخدمة إذا راسين ده إيدينا كربات كات اللفاية أنا ده أول شيء تشيل صابون تخشي لإيدينا إذا فيك جراسيم الفي جلدة ده تك تك كاشي ما ما أنا مين تبي أربعين ريال ما تبيه كم كم وش سجل ما أنا ما تبيه فيش أنشو ساكت بس ما عندك خبر أنا مرة ده ما عندك وساكت بس ما بيه فتشي بيه من اليوم ده أين جينا لا خلاص كونتو بس أوين لا تورو ناس أنا بيت ناس لا لا اسمه سنير جلوك ديفان كله فصلي ده نقولي ما يكرون عليه ما يقول ما جاء ما يكرون عليه دونك أنا ندون نكلم بدر كنجات ولا ياتي كات في الأنصار صابون كما أخذ كي أمي كي بني كي ياتي كل خلي الراح كي جرا طيب من مدينة مندو أنينا يعني رجعنا في استديو النهضة من درجي أكيد يعني نعم نعم طبعا يعني رسالة وصلت وإن شاء الله الناس يعني تقوم بالإجراءات اللازمة وتشيل الرسالة اللي أنتوا وصلتوها لها إن شاء الله ويعني نقوله يعني ثاني مرة نقوله ربنا يستر ويحفظ بلدنا ودول العالم إن شاء الله ويرفع مننا الوباء من درجة يعني كلمة أخيرة وإن شاء الله يعني رسالة للشعب داخل تشاد وخارج تشاد وفي الأقاليم برا وفي المدن نعم كلمة الأخيرة ده
قبل كل شيء ده نقول نشكر الميزو مير الأوناما. بأوناما بتريتشاد اليوم الشيء الخدمنا ده السكان التليسبكتاتير البر وين كله بيشوفوا بعرفوا كي خدمة سوينا. واليوم أي توقيع في بلستانة كورونا الغانسو بتريتشاد حتى العالم كله بتلقات شيفة دون التليتشاد ليبت دور مهم مرة وقت المشكلة ده نقول لهم شكرا والله ينتم أمر طويل ليه بخدموا زي ده ليه نجيبوا العافية في البلد. وفي الثاني مرة كده نشكر كل الناس القدروا ويقفوا معنا علمنا ده ناوك شوق وقلت لي ما شاء الله شجيت بس كده ويقف معي. وبالفرصة ده كمان الناس الأول أكون ما بصدقوا في الخدمة اللي سوينا كلها اليوم الخدمة ده شافوا بعينه. طب برنامج لسه عندنا القدام ماشيين فوق كلام التعايش السلمي وكلام الكورونا فيروس ده خليه بوقفوا معنا اليوم سي الأوناجيز ده ما يقدر يكفي لنا. عندنا استيتيسيون كتير عندنا بون فولونتي كتير خليه يوقفوا اليوم ده وايد ديسكانت انا وتير كيف هاكو وتير عم يسوي فوق التورنيه هناك وتعالوا ما سوالي سوالي البلد اكيد وللكل. نعم ده شكرناكم كثير وان شاء الله انينا جايين واكون دور الثاني الامر عافي كمان منا اكون نجي نلم زي ده لان انتوا الفيلا الكان في وداي في شارب قرمي في وجفيره وفي في 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 ديره ان شاء الله. أثني لك كلمة أخيرة. أنا قبل كل شيء أنا نشكرك أنت بصفتك نشكر الكاميرا معنا الوافقين معنا ونشكر الميزون أونما أنا نشكره جدا جدا بأسبابه أنينا بيجينا الناس أنينا دائما ممنونسو. ولكن نقول للناس الحس البارتنيريا الكبار الأورجانيزم دول الحاجات الباب مفتوح لكم تقدروا تلقونا تساعدونا تخدموا في خدماتنا الحس أنينا ماشيين فوق. ما نقول نخلو الأنجاز زويدا عشان لازم مثل كلام أندرج أورا لازم بقوف معنا وأنينا قاعدين معكم دائما في خدمتكم إن شاء الله. العلم الله أنتانا ده بس وقت الأنينا نخدمه فوق وكلام الآن مرتاح جدا جدا في أيامات هنا الأنصوت في ديكور هنا المارشال فيزيدان دالا ريبيبليك إدريس ديبي إتنو بقول تشاديين ده كان قايد وين كله تشاديين ده وتشاديين كلنا سوا كلام ده يعني كلام يعني اسكيتش حق كبير كله قايد كلام ده كلام عجيب يقول لنا تشاديين برا وداخل لو كان انت قاعد وين كله تشاديين ده أمك وايد وأبوك وايد ده مشاكل أنا تأسس السلمي الرئيس دائما بهجي فوق كلنا نستفقه وكلنا نقوم نحارب الشيء اللي هسه قاعد في بلدنا ده خلينا نحاربه نطرده بعيد تشاد ده بلدنا الحبيبه تشاد بلد مهم عندنا اي شيء انينا لازم نقوم نستفقه برا وداخل نتمنى غير ونحارب الشيء ده ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم ضيوف الكرام ونشكركم وان شاء الله يعني توصلوا رسالتكم اكثر من دي ولكل الاقاليم ما مشيتوا لها والمدن ما مشيتوا تزوروها وان شاء الله يعني رسالتكم توصل وربنا يرفع مننا الوباء ان شاء الله. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه ونشكر الفريق العامل برنامج مسرح الفنون والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.